في مخاوف، في قلق، توتر نفسي. هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف، حاجات كتير بتأثر فيه، أي حاجة بتأثر فيه، بتأثر على نومه. أول حاجة اضطرابات في النوم، نوم مقطع، بيصحى مخضوض، بيصحى مخضوض كده. ده قلق نفسي واضح، بس يعني إيه، الدنيا هتظبط. التاور، انهيار البرج، برج قائم في حياتك، عايش معاك بقاله فترة، ممكن يكون تفكير، ممكن يكون رأي، ممكن يكون علاقة، ممكن يكون أي أسلوب حياة، بس ده كان خاطئ وبيأذيك يا حوت، خلاص هينهار ويحل محله نور بقى، مش عارف الضلمة دي تفك بقى وتروح، يحل محلها نور. البرج ده لما هينهار هيحصل عندك عملية توازن، هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت. واضح انه مفيش اتزان الفترة دي، فعلا تقلبات المود قوية. يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زيه زي الابراج المائية التانية، متقلبين المزاج جدا، بس بقى يعني كمان التقلب حاد، في حدية في التقلب. الدنيا هتبتدي، هتلاقي ان المود بقى ماشي على وتيره ان شاء الله مستقره احسن من الفتره اللي فاتت دي، بدايه الشهر ده. الظروف مش مساعداك قوي يا حوت، نفسك تعمل حاجات واقف، في حاجه موقفاك. اللي موقفك ده انا مش عارفه اقول، ده خوفك، لان انت عديت مرحله الحذر، انت في مرحله خوف، خايف تاخد خطوة. ايه الموضوع؟ خايف، مش شايف الطريق قدامك، او قلقان من حاجة. القلق ده من منعكس هنا في النوم برضو، خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف. ايه الحالة دي بقى؟ انت اضرب باوضاعك، وهنشوف يمكن الموضوع له علاقه بحاله عاطفيه، لما نقرا الحاله العاطفيه يمكن ده يكون تاثير حاله عاطفيه، ده اللي عامل لك القلق ده. بس في خير جاي لك يا حوت. انت طبعا الحوت معروف بطيبته، ان هو طيب، الحوت طيب، ويعني عملت خير في حد، باذن الله الخير ده يرجع لك. او حاجه انت اشتغلت عليها مده طويله وعملت فيها مجهود كبير بس ما وصلتش نتيجه، ما جالكش المردود، هيجي دلوقتي باذن الله، هيجي دلوقتي. الناس اللي عندها اوراق او قضايا، في قضايا مستنيين حكم فيها، مستنيين بد فيها، افتكر دي هتكون برضو سبب من اسباب الخير اللي جاي لك. واللي بياكد لي ده الناس بقى اللي عندها ورث متعلق، الحيتان من المجموعه الاولى عندهم ورث متعلق، افتكر ده ورث. الفلوس اللي جاي لك من شخص كبير ده ورث، وقضايا كانت متعلقه واقفه، ان شاء الله الخير جاي، في خير جاي. زي ما قلت في فلوس من شخص كبير باذن الله. اللي حاله الورث والقضاء او القضايا ما تنطبقش عليهم، فيحوت انت تقريبا اسات الظلم، يعني اسات الظلم بحد، او اسات الحكم على حد. ما تتسرعش في احكامك يا حوت، انت تلقائي جدا، تلقائي وعفوي قوي، فبتعدي، ممكن تعدي منك حاجات سهو غصب عنك. لو انت ظلمت حد بليز راجع نفسك تاني، وانت يعني اكيد هتقرر بغلطك، او على الاقل تحاول تصلحه. في كارت العدل، جاستس، زي ما قلنا، اما في ورق حكومي متعلق، او انت اخذت الحكم على حد او على شيء. هيرميت، انت حكيم يا حوت، وصلت لدرجه الحكمه، حكيم، عارف ايه، تفكر لوحدك وتشتغل لوحدك، ويعني اخر انسجام، عقلك اللمبه منوره، بص النور منور، وفي افكار بتجيلك، وانت يعني محوطها لوحدك، عايز تكون لوحدك، تفكر لوحدك، تشتغل لوحدك. الهيرفنت، الناس اللي لسه ما اتجوزوش بس العلاقه قائمه، ما فيش علاقات جديده في الحوت، المجموعه دي ما فيش علاقات جديده، علاقاتهم قائمه،
في حالة ارتباط أو خطوبة أو شيء في إتمام زواج إذا عرفت. الناس المتزوجين الله أعلم بيمروا بظروف صعبة شوية، أتمنى أكون غلطانة بس من الواضح إن هما بيمروا بظروف صعبة شوية. طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي تقعد كده تسرح، احنا عارفين احنا بقى ايه، احنا عايشين في البابل بتاعتنا يعني، الفوز بيبقى عامل كده لنفسه بالونه وقاعد جواها وبيحلم. موضوع الدي دريمينج او احلام اليقظه عنده عاليه جدا، بيحلم يحلم بيفكر، بس الحلم ده هيتحول لهدف، هيبقى عندك حاله اصرار ومثابره انك توصل للحاجه اللي انت فكرت فيها دي. طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا، ده بيوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك كبرياء وعزه نفس وكمان شخص يعتمد عليه. الحوت في المسؤوليه جبار جبار، بيشيل مسؤوليه ويمكن كمان بيشيل اكتر مما ممكن يتحمل، بس احنا قلنا الموضوع ده ابتدى يتغير السنه دي، والحوت استنصح وبقى بيشوف نفسه، واللي لسه ما حصلوش التغيير ده يا ريت يبتدي، يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يا حوت. حاله التضحيه والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجه مش منطقيه كده، لا يا ريت البرج ده ينهار ونبتدي يبقى الموضوع فيه عقلانيه، ندي كل حاجه ما فيش مشكله. بس لازم لما ندي لازم يكون في مقابل، لازم لما ندي ما نبقاش جينا على نفسنا. فهمتوا قصدي؟ ما تبقوش على نفسكم بالطريقه دي. حبوا نفسكم شويه، ما تعمليش انانيه، ده حب الذات، لازم تحبوا ذاتكم شويه. الحاله الماليه ما فيش منها تطور، مش هيبقى فيها تطور للمرحله دي. ما فيش سفر، محلك سر، انما في افكار شغاله هتحول لاهداف. شدوا حيلكم، والناس اللي داخلين على الزواج باذن الله هيتم، مبروك مقدما. حاله القلق والخوف دي يا حوت يعني كيف، حاول تعديها بسرعه وتحط بدلها هدف، احلم بهدفك ان شاء الله هتوصل له. حاله توازن ان شاء الله داخل عليها يا حوت، وحاله موج البحر اللي انت فيه ده، شويه فرحان شويه زعلان شويه متفائل شويه متشائم، خلاص الدنيا هتبقى فيها بالانس، هيبقى فيه شويه توازن في الحاله المزاجيه بتاعتك. دي قراءة المجموعة الأولى العامة. طيب هنشوف الحالة العاطفية للمجموعة الأولى برج الحوت. طيب مش عايزاكم تخافوا، القرايه في اولها كده مش مريح، بس هقول لكم حاجه حلوه في الاخر. حوت مش حاسس بشريكه خالص، شريكه مش مهتم بيه خالص المجموعه الاولى. نفسه في مشاعر جديده، عايز اهتمام بقى، عايز اهتمام، ويكاد يكون عايز اهتمام من اي حد بقى مش بس من شريكه، من كتر ما هو عنده تعطش للاهتمام. نفسه في طاقه جديده، طاقته خلصانه خالص في العلاقه، طاقه خلصانه بخ باي باي، مفيش طاقه اصلا. شايف شريكه ازاي؟ الحوت شايف شريكه ازاي؟ كوين اوف وان، شايفه قائد، قائد كويس، شايفه مبدع، وشايفه يعني خياله حلو، تفكيره كويس، بيحب طريقة تفكيره. الحوت بيحب طريقة تفكير شريكه، وشايفه ان هو قائد كويس ومفكر كويس. طيب ده ايه دخله بقى بالعلاقة؟ ايه دخله بالرومانسيات بقى؟ الشريك مش عايز يديك مشاعر يا حوت، هو ماسك على مشاعره. ليه؟ ممكن يكون ده بسبب اكسبيرينس قديمه، خبره قديمه خلته حولته لهذا الشخص ان هو ما بيحبش يدي لانه اتقرف قبل كده. ممكن يكون هو طبعه كده،
ما بيحبش يدي، ماسك على حاجة، ماسك على مشاعره، ماسك على اهتمامه، ماسك على كل الحاجات دي، هو ماسك فعلا. وهو عنده مشاكل كتير، شريك عنده مشاكل كتير وعنده هموم كتير، وفي حاجات كتير قوي بتدور في دماغه دلوقتي، دماغه مشغولة بحاجات كتير قوي قوي. فسوري اقول لك مش فايلك، ده اللي انا شايفاه دلوقتي. ومحتاج كمان، ده هو بقى اللي محتاج مساعدتك، يعني في مدرج انت عايز ايه ومحتاجه منه، هو مش هيقدر يديهولك في الفتره الحاليه. ده بقى سيتويشن صعب صعب، لما يكون الشريك عايز اهتمام وعايز حب من شريكه، وشريكه اصلا في اللي انت فيه وعايز دعم شريكه اصلا، ف سيتويشن صعبه. بس شايفك ازاي؟ شايفك عيلة، شايفك احتفال، مش احتفال، شايفك عيلة، شايفك أمان، شايفك صورة حلوة جدا. بص الصورة عاملة ازاي؟ صورة أمان، صورة عيلة سعيدة. يعني انتوا لو لسه ما اتجوزتوش، فهو شايفك العيلة بتاعته، البيت بتاعه. لو انتوا متزوجين فما زال شايف الصورة دي، ان انت البيت وانت العيلة. الطاقة ما بينكم في تغيرات سريعة بتحصل، كل شوية حاجة جديدة، كل شوية بتجيكوا حاجة جديدة. خير بقى مش خير، هو في الآخر شكله خير، بس الأحداث سريعة. التواتر، مش عارفة الكلمة دي صح ولا لأ، التواتر الأحداث عندكم سريع، الرتم سريع. بس هو خير، في النهاية خير، أيًا كان إن شاء الله خير. اللي إحنا طبعًا عارفين مين اللي زعلان هنا، الحوت زعلان. طبعا بيغمس في ذاته، خلاص انت مش هتديني اهتمام، فبيبتدي الحوت ده يتقوقع في ذاته ويدخل في حاله، مش عايز اقول اكتئاب، لا داون، يعني داون، محبط شويه، حزن، الم، بيتألم بقى، عمال بقى كل يوم بيعدي، شايف شريكه ما بيهتمش او ما بيصلحش او ما بيحاولش ان هو يعالج اللي بيحصل، حزنه بيزيد. لكن وباذن الله يا رب اكون صح، شهر كمان وهتتفقوا على حاجه، خلاص هتتصالحوا، هتقربوا، يمكن تكون الاحداث دلوقتي تبتدي تهدى، الريتم السريع ده يهدى، تبتدي مشاكل هو بتاعته تقل، تبتدي حاله التعطش انت للعواطف دي تبتدي تنزل عندك، او هو يبتدي يلبي شويه، ينتبه شويه، فانت تهدى، فهتبتدوا ايه؟ تقربوا. بصوا هتقربوا، ان شاء الله هتقربوا، الحاله اللي انتوا فيها دي ان شاء الله هتعدي. زي ما قلت الحوت بيعدي باهله او بالناس المسؤوله منه من مرحله ضيق او مرحله خوف وقلق او مشاكل لبر الامان. اهلا يا راشد، منور حبيبي، ازيك؟ اهلك بيعتمدوا عليك يا حوت، لو هم صغيرين زي ما قلنا، اطفال صغيرين، انت الامان، انت اللي متشعلقين فيك، انت اللي بتعدي بيهم، انت المركب اللي بتعدي بيهم، انت قائد المركب. وبتعدي زي ما قلت لك يا حوت من محنه ورايح على هدوء، الميه بقى هتستقر وهتبقى يعني مفيش موج، مفيش عواصف، الدنيا هتبقى رايقه وهادية. Queen of Pentacles، الحالة المادية بإذن الله يا رب لها تطور كويس جدا يا حوت، الحالة المادية تتطور. في أمان من الحالة المادية، مش حامل هم، مش حامل هم الفلوس، مش حامل هم الدخل، الدخل الحمد لله ثابت والحمد لله في بركة، ربنا يزيد. بس برضه لازم، وانا بفكر نفسي معاكم، لازم برضو كل ما يجي لنا حاجه لازم نطلع حاجه لله عشان ربنا يبارك اكتر. لو انت داخل بزنس دلوقتي يا حوت، بتبتدي شغل جديد، جو اهيد، الوقت ده كويس جدا، ان شاء الله التطور المادي عندك كويس قوي قوي قوي. برضو يا حوت ما تتغرش، اي نجاح او اي حاجه ربنا يبعتها لك ارجوك ما تنساش انك حاطط جوه. وكمان ده يوسف الحوت ان هو شخص سخيف وكريم. واقفه بقى وندلع نفسنا، الحوت زي ما قلنا الحوت بينسى نفسه خالص في المواضيع دي، ندلع كل اللي حواليه ونغمشهم كده ويجي عند نفسه هو ينسى نفسه خالص. خد لك اجازه،
ايوه تاخد اجازه. انا سافر مكان، مش لازم تسافر لو الموضوع محتاج وقت وانت ما عندكش الوقت ده، ان شاء الله حتى تروح تخرج مع صحابك، قضي وقت كويس. وكمان فور اوف وان ده بيدل على الاحتفال. احتفال بايه بقى؟ ايوه زواج. الناس اللي لسه ما اتجوزوش بس في خطوبه، طب بس في علاقه، ان شاء الله في زواج. عندنا ايه كمان؟ Page of Swords داخل على مرحله جديده يا حوت. ثقتك في نفسك عاليه. تطلع للامام. يعني مش شايف الارض تحتيك، انت بص فوق، بص فوق، وطموحك عالي قوي قوي. يعني ان شاء الله خير، خلي بالك يا حوت. وانا بقول لك من دلوقتي اهو عشان وبقول لنفسي معاك، العقبات كتير. اي دي عقبات، كل شويه تطلع من عقبه تخش في عقبه ثانيه، تطلع من مشكله تخش في مشكله ثانيه. مش شرط يكون الموضوع له علاقه بهدفك، ممكن حاجات يعني بتاثر عليك من بره تعطل لك الوصول للهدف ده. ودي كمان ممكن تكون خناقات ومشاكل. لو في اطراف كتير في المشاكل زي ما انا شايفه، نحيهم جانبا لو سمحت، كل يوسع كده، انا اعرف احل مشاكل لوحدي. لو هي عقبات اثبت مكانك، كمل هتوصل للي انت عايزه. عندنا كينج اوف كاب، ده طبعا بيوصف الحوت، مش محتاج الوصف ده قد ايه هو بيهتم بشيكو جدا. علاقته متوازنه ومشاعره متوازنه، بيحب يعني بطريقه متوازنه، ما بيأفورش حكايه الحب والمشاعر دي، بس الحب عنده شيء مهم جدا جدا، وقد ايه هو بيهتم بشيكو وبيدلع شيكو جدا جدا. وده حاله حال الابراج المائيه على فكره، يعني كلها سرطان حوت عقرب، الثلاثه عندهم نفس الصفات. الحبيب او الشريك بالنسبه لهم يعني متدلع على قد ما ربنا يقدره. طبعا الاخ ده 10 اوف سورد، حوت انت واخد طعنات واقلام ومشاكل لما اكتفيت، لما قلت يا بس خلاص موت للالم. انا مش عارفه اقول ده انت خلاص اتعودت على الموضوع ولا المشاكل دي هتتحل لوحدها. كل شيء مسبب لك الم ومنغص عليك حياتك بالطريقه دي، وطبعا احنا عارفين الحوت يعني لو الحاجه بتبقى قد كده هو تاثيرها عنده بيبقى جامد، الالم بيبقى اشد. هينتهي، موت للالم ان شاء الله. اما انه انت هتتعود عليه وهتتعايش معاه فخلاص مش هيأثر فيك ايه الجديد يعني، او انه الحاجات دي هتتحل وانت هتفوق، فوق بقى خلاص هنفوق. في عندك حاله هروب يا حوت، بتهرب من حاجه، بتهرب من مواجهه، مواجهه ما، لان المواجهه هتكون عنيفه. ليه بقى؟ حل مشاكلك بدبلوماسيه. لو شايف ان المواجهه دلوقتي هتسبب مشاكل وهتكون فيها توتر، استنى لما تكون، استنى لما تكون مستعد. في معافاه من حاجه يا حوت، يا رب يا رب فعلا اتمنى. حاجه كنت بتعاني منها جسديا او نفسيا بقالك فتره، هنصحى هنصحى هنفوق. وايا كان الشيء اللي كنت بتعاني منه جسديا ده ان شاء الله هيزول، او حتى نفسيا هتفوق. كينج اوف وان، عندك اللي هو عارفين الحماس، حماس جديد جدا بس بيهدى، يعني بتتحمس قوي قوي للحاجه وبعد كده تزهق. تحب تبتدي حاجه جديده بتبقى مستمتع بيها قوي في الاول بس بعد كده بتزهق. خلص اللي وراك يعني، وانا بقول لنفسي معاك خلص اللي وراك، لما تبتدي حاجه خلصها للاخر، بلاش تزهق في النص وتسيبها. وزي ما قلنا في بورس هنا، ده شخص بيتكلم في ودنك جنبك جدا قريب منك جدا، بينصحك نصايح مش مفيده بالنسبه لك خالص،
ارجوك قول له رايح على جنب كده، انا اعرف اظبط اموري كويس. هنلخص القرايه، الحوت بيعدي من ازمه وطالع ان شاء الله بهدوء واستقرار. نفس المعنى هنا، مشاكل خبط عناق من كل ناحيه، من كل ناحيه مشاكل من كل حته، مسؤوليات على مشاكل على صدمات، حاجات صدمات عميق صدمات. في معافاه، في موت للالم ده، اما انك هتتعود عليه وتتعايش معاه او انه هيتحل هيزول. احتفال الناس اللي لسه ما اتجوزوش من الحوت، في زواج ان شاء الله، بس طبعا العلاقه قائمه، مفيش برضو علاقه جديده للحوت. داخلين على مرحله جديده يا حوت، وكلكم تفاؤل وكلكم امل، ومش باصين على الارض اصلا، بقول لكم باصين فوق. في معافاه جسديه ونفسيه ان شاء الله اللي كانوا بيعانوا من اي حاجه نفسيه، او كمان ده القاء حكم نهائي، هتصدروا حكم نهائي تجاه قضيه ثانيه خلاص. والحوت بقى لما بيقول حاجه ما بيرجعش فيها. الحوت طبعا عطف وحنان واهتمام جدا بالشريك. خلي بالك في المرحله الجديده اللي انت داخل عليها اللي انت متحمس لها دي يا حوت، فيها مشاكل كتير، ارجوك ما تزهقش. انت بتبقى متحمس في الاول، اول ما تقابلك مشكله تمشي، لا كمل كمل. في مواجهه انت بتهرب منها مش عايز تواجهها، اما انك انت عامل حاجه غلط وبتحاول ان انت ما تواجهش، او في حد عامل فيك حاجه غلط وانت مأجل او بتهرب من المواجهه دي، لان هي هتكون مواجهه شديده، هتكون عنيف مواجهتك. حل الامور بدبلوماسيه يا حوت، ولو شايف ان الوقت مش مناسب استنى وقت احسن من ده. الحاله الماديه فيها تطور ما شاء الله، اللي عايز يعمل بيزنس دلوقتي الحوت او اي مشروع، بلاش بيزنس، اي حاجه فيها استثمار او اي حاجه فيها، حتى لو حاجه صغيره يعني مشروع صغير، جو اهد. الوقت دلوقتي كويس جدا في تطور مادي عندك يا حوت. ما شاء الله قرايه برضو حلوه جدا. للتاني اقول الجزء الثاني لبرج الحوت. طيب شاطر ظريف، خلطنا اوكي، حط الورق. عبير تسلمي لي حبيبتي، شكرا يا روح قلبي. اوكي ليتس سي. المرحله الثانيه برج الحوت، القراءه العاطفيه. الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز انتصار. هو حاسس ان هو مهزوم من الشريك، حاسس ان هو مش واخد حقه، وعايز انتصار، محتاج طاقه انتصار، عايز توازن اكتر، نفسه في توازن في العلاقه، شايف ان هو الكفه مش متساويه، شايف اكيد طبعا ان هو بيدي اكتر وشريكه ما بيديلوش. شايف شريكه ازاي؟ في نفسه، قاعد جوه نفسه، لا شايفه ولا سمعه ولا يعني، او مش عارف، حد مش عارف يوصله. كوين اوف سوردز، شريكك عايز ايه؟ عايز يكون الامر الناهي، ده المسيطر، كوين اوف سوردز. عايز يكون مسيطر على كل شيء، محدش يقول له انت بتعمل ايه. وعايز كمان ان هو يعني ينضج اكتر عاطفيا، محتاج ينضج عاطفيا اكتر وياخد شويه قرارات صعبه. شريكك اللي بيهرب كمان معاك يا حوت، هو كمان بيهرب من المواجهة، خايف من المواجهة، لأن المواجهة هتبقى مش حلوة. شايفك ازاي؟ شايفك بتشتغل على حاجة جديدة،
شغال على حاجة جديدة. الطاقة فيها حزن وفيها ألم. أيوة. عاصفة. الحوت دلوقتي هو وشريكه هما جوه العاصفة، يعني شايفين السحاب ده والمطر، احنا جوه العاصفة. طيب الدفول، المرحلة دي انتوا يعني كل واحد بيتصرف بعفوية، زي ما مقضينا حروب انت بتهرب والشريك بيهرب، فايه ماشيين الدنيا كده سبونتينيوس كده تلقائية بعفوية، تمام مفيش مشكلة. بس الدنيا ماشية، الدنيا ماشية، الشمس طالعة والدنيا ماشية، مفيش مشاكل خالص. في حسد يحود جايلك في العلاقة، يعني هي عين جاية في العلاقة على طول. حسد شيطان، يعني اللي هو بقى يعني احنا بنقول هو يا اما اعمال او ان هو حسد شديد. طبعا احنا عارفين بقى خلاص اتكلمنا في موضوع الحسد ده كتير، ازاي نحصن نفسنا ونحصن ازواجنا والعلاقات يعني بتاعتنا الشريك بتاعنا من مواضيع الحسد دي، يعني هي نقص. بس في دوران لعجلة الحظ كمان شهرين الدنيا هتبتدي تفك وهيحصل تغير في المسار، المسار هيتغير. افتكر اكيد المسار هيكون احسن من اللي احنا فيه ده. القلب المجروح او الحزن والالم ده ان شاء الله هيزول قريب، هو مش قريب قوي لسه قدامه فتره شويه لغايه ما ده يحصل. زي ما شريكك شايفك كده يا حوت، اشتغل اشتغل على نفسك. يعني ما تستناش حاجه من شريكك قوي، اعتمد على نفسك انت في المرحله دي، لان هو ما فيش حاجه واصله لك، يعني هو مركز في نفسه اصلا، ولما بيحاول يقرب منك مش بيوصلك. ف اهو فيعني اعتمد على نفسك في المرحله دي لغايه ما ان شاء الله العجله دي تدور والدنيا ان شاء الله.